القضية ليست قضية زيارات بمعنى أن تأتي مجموعة من اليهود وتزور أو تدخل إلى باحات المسجد الأقصى. هم يبدأون بزيارات تبدو للوهلة الأولى وكأنها زيارات عادية طبيعية، ربما لها طابع يعني سياحي، ولكن الهدف الأبعد هو تقسيم المسجد الأقصى. الخطة بعيدة المدى هي إقامة هيكلهم مكان المسجد الأقصى، وهذا طبعا شيء خطير ويجب أن يعني يكون هناك رد منظم عليه من قبل شعبنا الفلسطيني ومن قبل جميع قوى التحرر في العالم والدول الإسلامية كلها.